انا لو ما خدتش فلوس زي اللي مروان خدها هتعمل ايه؟ استنى، اخوك مروان هو اللي ماسك الشغل، تشتغل معاه وتحطه فوق راسك وتسمع كلامه، ومفيش فلوس عايز تشقى وتتعب وتشتغل اهلا وسهلا، مش عايز في 60 دقيقة ليه يا عبد الحكيم؟ ليه؟ ما هو ولدك زيه زي مروان. هو ده الكلام اللي كان عاجبه عبد الحكيم؟ واحنا هنعيده كرة عبد الله تاني ولا ايه؟ عبد الله هو فين عبد الله؟ يا واد يا خايب انت، ما تبقاش غشيم، ده ابوك بيحبك، تعرف ده ملوش حد غير عنك. اهو كلام. طب اسمع انت بقى كلام عمتك وافهمه كويس، ابوك بيحبك والله، بس هو حاسس كده انك طايش، مفيش في راسك حاجة. اثبت له انت انك اتغيرت وان الشغل بقى كل حياتك، وشوف هيعمل معاك ايه. انا مش عايز حد يقول لي كلام يضحك عليا بيه. الحاجين يا ست فوزية، الحاجين يا حسن بيه، النار كانت المخزن. انهي مخزن يا بت؟ المخزن اللي ورا. يخرب بيت ابوكي، المخزن اللي فيه شهادي. يا لهوي يا حبيبي، عارفه المخزن حريقة؟ يا مرية كل الحق يا فوزي، يا فرحة اللي ما تمت، يا جبريل في الشيخ، يا كسرة نفسي، يا وحدتي عشي، يا ناس جهاد، يا كل يا شبات العدو الفي. يلا يا خالتي هتيجي معايا ولا لا؟ طب مش استنى ما اكل لقمة الاول؟ اتهمك على بطنك، ما تقومي. ما تستني يا كريمة، يعني هو انت عارفة بيت الولية فين؟ لا معرفش، بس هسأل يعني، واللي يسأل ما يتوهش. والله ما عارفه ولا قادره اصدق. ازاي انت مصدقه ان الكلام ده حقيقي؟ الله، تعرفي تفهميني ريتال هتكذب عليا ليه؟ علشان تملى قلبك غل، علشان حسن واللي عملوه معاها، عشان خاطر ابوها، علشان اللي شايفاه منك ومن عمها، وكل واحد فيكم بياكل في التاني. عايزين العيال يعملوا ايه بعد كده؟ يحبوا بعض؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب لو طلع الكلام ده حقيقي وجبرية عاملة كده هتعملي ايه؟ مستحيل هيبقى حقيقي. الله، افرضي يا ستي حقيقي هتعملي ايه؟ معاكي، يبقى جبرية لازم تتربى وتاخد جزاها. وانا كمان اوعدك لو طلع الكلام ده كذب هحط لساني جوه بقي واتكتم واروح لعبد الحكيم، واي حاجة يطلبها مني هنفذها. مبسوطة؟ يبقى عين العقل اللي هتعمليه يا كريمة. طب قومي بقى. حاضر، يلا يلا. يا مرر يما، يا وكستي، يا حظ المهبب، يا وجعت السودة بقى. عفشي عفشي وجازي يتحرق ليه؟ ليه يا ربي؟ عملت انا ايه يا ربي؟ بس يا حظ المهبب، يا وجعت التلمطينة يا فوزية. لا يا اخت، يا وكستي اقول لك ايه. لا يا اخت، تعمليش في روحك كده، معلش، بس ياك تكوني فاكره ان النار دي ولعت كده من نفسها. تقصدي ايه؟ لا، لازم حد هو اللي ولعها. حد؟ اها، معلوم، وما فيش غيرها لنفسها تشوف انك ده فحمه مولعه.
كريمة؟ هو في غيرها؟ إن شاء الله تولع يلاقوش نقطة مية يطفوها بيها. تعالي يا جليلة تعالي. يا دلال بيتي، يا دلال انت يا مزغوده ردي. يمكن مش هنا. مش هنا ازاي يا جليله؟ الباب مفتوح، وبعدين البيت تبقى لها كام يوم مش باينه، تكون راقده عيانه ولا حاجه. الله لو جوتلي بيها. يا بنت مدنده عليك يا دلال. يا بنت يا دلال. الله يا دلال، بترحت فين؟ بقول لك ايه، بلا دلال بلا هم، يمكن سافرت عند حد من معارفها ولا من قرايبها. يلا بينا نطلع. يلا انت خايفه يا وليه ولا ايه؟ اصبري شويه. انا هخاف من ايه بس؟ تعالي تعالي، انت عامله خبيثه اهو. أنا مش خايفة ولا حاجة، بس ما ينفعش ندخل بيتها وهي مش موجودة فيه. الخبيث قديم، يطلع له بقاله يومين ثلاثة معمول. معقولة؟ يا دلال! دلال مش راجعة تاني يا جليل. دلال مش راجعة تاني. شفتي؟ هي دلال دي حد يعرف لها سكة ولا ملة؟ ما يمكن، ممكن طلعت ورجعت تاني. يمكن ايه بس؟ انت لسه هتقولي يمكن؟ كل كلمة قالتها البت ريتال صح. يمكن قال. ايش؟ لا 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 لا، بيتي دلالتي مش راجعة تاني. أنا عارفة كل اللي بيحصل ده من وراه. مفيش إلا جبرية. هي جبرية. تعالي تعالي، وأنتي مرعوبة كده؟ إيه اللي أنتي بتقوليه ده؟ أنتي عملتي كده؟ آه. هو إيه ده اللي آه؟ انت عارفه لو بلغت عنك هتروحي في 60 داهيه. مش هتبلغ، وانا عن نفسي زينب ما طلعتش من البيت من الصبح. والناس اللي شافوها في الشارع بقى ان شاء الله مجانين. ايه الخيال راكبهم؟ هنعمل لهم ايه يعني؟ وجالك قلبي يا زينب؟ ارتحت، كنت حاسه براحه وانا شايفه النار ماسكه كل حته في عفشها وبتاكل فيه. كان نفسي النار دي تمسك في البيت ده كله باللي فيه مش عفشها بس. ايه الشر ده كله يا زينب؟ أنا عمري ما تخيلت إن أنا ممكن أعمل حاجة زي كده، وحتى لو كنت عملتها عمري ما صدق نفسي إن أنا أبقى حاسة باللي أنا حاسة بيه ده من جوه. أنا كنت مرتاحة مع إني كنت عارفة إن في ناس تانية بتتأذي من ورايا، بس وقتها أنا حسيت إن ده نفسي، ده حالي. أنا شايفة حالي في عينيهم، شايفة حقي اللي أنا مش عارفة أخده، شايفة فلوسي اللي هما بيتهنوا بيها. حسيت وقتها إنه لأ، أنا مش هسيب حد يتهنى بيها أبداً. إذا ما كانتش معايا تولع بيهم كلهم. دول مش كالوا بمالك وبس، دول كالوا أعز الناس ليكي كمان. أنا عايزة أزور بابا. وأنا كمان، يا ريت دلوقتي. شوي، الشمس تغرب ونروح. على فين؟ على كريمة. ما بلاش. بلاش ايه؟ ده انا هطلع زمارة رقبتها في يدي. عبد الحكيم يعرف يتداين. عبد الحكيم ملوش صالح، ده شغل حريم ملوش فيه. اه والله انت صعبانة عليا. قولي لي هتعملي ايه في عفشك اللي اتحرق؟ معلش ادخلي على الفرش القديم، ما جراش حاجة. يلا اخلصي، كريمة عينها عليكي ومش هتسيبك. وكفايه حبيبتي العمر اللي ضاع. اقول لك على حاجه عرفتها بالصدفه، حياه غلاوتك عندي بالصدفه.
قولي. العمل اللي معمول لك مدفون في تربة، وأنا كمان عرفت فين التربة. صح يا جبرية، عرفتي فين؟ معلومة عرفت. أنا حبيت أقول لك عشان تحرص وتعمل حسابك، وكفاية لحد كده عاد. برضك هروح الكريمة. ولعي فيها. السلامة يا حبيبتي. ايه في ايه؟ هي فين؟ فين اللي تندبف عنها كريمة؟ عايزة ايه فوزية؟ فوزية؟ حاسك ده؟ اسمي ستك فوزية يا بت، ولما تتحدثي معاي عينك تبقى في الأرض. ليه يا حبيبتي؟ كسر عيني ولا ماسكة عليا زلة؟ خير على الصبح يا عمتي. عمتك؟ عمتك منين يا أختي؟ ما خلاص هي بقى فيها عمات؟ هي فين الولية دي؟ هي رايحة فين؟ يا نهار أبوك مجندل، بتمسكيني من يدي يا بت؟ ما تضربيني قلمين يا بت يا كريمة. اسمها بنت عبد الله، ولا تكون انتي نسيت اخوكي؟ اما انتوا كلكم نسيتوه، ما بقاش حد فاكره، ومش بعيد كمان انتي يكون لك يد في موته يا هانم. اتجنيتي يا بت؟ اتجنيتي؟ ايه الكلام الوعر ده؟ انا اقتل اخوي؟ اوعى كده. روحي يا حبيبتي اسالي جبريه، قول لها مين السبب في موت اخويا، وشوفي هتقول لك ايه. ايوه انا عرفت. امك هي اللي مفطماكي على الكلام ده، لكن لا انا مش هسيبها. عمتي امشي دلوقتي احسن. مانيش ماشيه. عارفه امك عملت ايه يا زينب؟ ولعت في جهازي، ولعت في عرشي، ما سابتش حتى معلقه. هو انت فاكره انك هتتجوزي يا فوزيه؟ يا الف نهار ابيض، الف نهار مبروك. لي 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 من زغرتوا يا بنات. والله لو حصل ده، ان حصل يعني، لا تحزم وارجوس لك في الشارع قدام البيت الكبير، بيت الاكابر والاصول، البيت اللي بيحافظ على ناسه. انت بتتمجلتي عليا يا بنت؟ اه بتمجلت عليكي، ومش انا بس، دي البلد كلها يا ست الستات. عيب يا نادية، دي برضه عمتنا. برضه عمتنا؟ طب ايه قولكم عاد اني هولع فيكم في البيت ده كله. تعالي انت جنيت يا ولية، انت ولا ايه؟ جنيت؟ بتشتمي عمتك يا بنت؟ عمتي؟ ايه رأيك بقى ان انا من دلوقتي مانيش عمات؟ انا لا عندي قريب ولا عندي بعيد. اللي هيحبني ويشني على دماغه هيبقى جوه قلبي، اللي هياكل حقي بقى يا عمتي هاكله كده بسناني. بالراحة عليها يا زينب، ما تتكيش عليها جوي بده، غلبانة برضك، نفسها هتدوق الجواز، انما هتعمل ايه؟ العمر خلاص ولا، والارض بارت والجلد شجج. يا لهوي يا وليه، ده انت محتاجه ميه نار تجليكي. ميه نار اما تاكل مصارينك يا بعيده، انا هولع في البيت ده وفي كل قليله. اوعي تهيئي بيت يا فوزيه. تولعي في مين؟ تولعي في مين يا عانس يا عرة النسوان؟ انت يا بنت تشوفي لك تربه تروحي تحجزيها وتقعدي جنبي منها قبل ما التراب تتزحم، وانت فاكره نفسك مره؟ انت فاكره انت جايه بتتحجمي علينا؟ بتضربوني كده يا كريمه؟ انا هولع فيك زي ما ولعت في عفشي. عفشك ولا انا ولعت في عفشك؟ ايوه انت بتتكيك يا بنت. لعلمك بقى يا عمتي، اللي ولع في عفشك انا مش امي. انت يا زينب انت ولعتي في عفشها؟ حبا ما نولع فيك يا بعيده. بره يا بنت، بره. الله يوريكم. بره امشي بره، ده احنا لما تاخدك. هيا ماما عملتي ايه؟ اوعي بتسربي من دماغك يا زينب. ماما لقيتي دلال؟ لا يا بنتي ما لقيتهاش. طب سالتي عليها؟ ما حدش يعرف لها طريق جره، والطبيخ حمضان، والخبيث بقاله كام يوم محطوط على الطبليه. طب ما نبلغ. نبلغ؟ طبعا نبلغ. هي مش دلال دي واحده من البلد وغايبه بقالها فتره؟ يبقى لازم نبلغ عشان نعرف هي راحت فين، علشان لو كانت اتقتلت او حصل لها اي حاجه يبقى ساعتها الشرطه تحقق وتقول لنا ايه اللي حصل ومين عمل كده، ولا ايه يا ماما؟ شرطه كمان؟ نادية، تعرفي فين مكتب المأمور؟ اعرف. طب انا عايزه اروح اقعد معاه بعد اذنك يا ماما. قومي بينا. ابوس ايديكي تسامحيني، انا كنت بحس ان انا بولع من جوايا
عشان كده ولعت في عفشة، عشان خاطري، عشان خاطري. أنا مش زعلانة منك، أنا زعلانة بس إن أنت عملتي كده من ورايا. أنا أسفة. تولع هي وعفشة. أنا خدت عنوانك من الست دليدة. ما كانش لازم تيجي هنا. ما ينفعش، كنت أعرف إن هو عيان وما جيش أزوره. ممكن تاخدي بعضك وتمشي. مش قبل ما أشوف. مش هينفع ندى الكلام اللي بتقوليه ده، مش هينفع هنا. ليه؟ لا أنا قلت حاجة عيب ولا حرام؟ أنا جاي أشوف عبد الحكيم، الرجل الجدع اللي وقف جنبي، وأوعدك هي نص ساعة وهمشي مش أكتر. مش هينفع. أنت هتكلمه أنت ولا أكلمه أنا؟ جاري يا ندى، قلت لك مش هينفع يعني مش هينفع. أنت ما بتفهميش. على فكرة بقى، أنا كان ممكن أكلمه قبل ما أجي هنا وأقول له إن أنا في البلد كمان، وأنا متأكدة إنه ما كانش هيقول لي لأ، ده يمكن كمان كان يقعدني في داره ويكرمني. أنا عارفة عبد الحكيم راجل وسيد الرجالة كمان. بلاش يا ندى اللعبة اللي بتلعبيها دي، عشان اللي بتعمليه ده مش حلو عشانك. لعبة؟ لعبة إيه؟ هو خوفي عليه بقى لعبة؟ ولا كوني إن أنا جاية أزوره من آخر الدنيا بقى لعبة؟ عامة أنا اللي غلطان، أنا اللي قلت أجي لك الأول وأستشيرك. ما كانش العشاء. طب خلاص خلاص، استني انا ممكن اتصل لك بيه واقول لك ان هنا واخليه يجي قابلك. وانا وعدك هي نص ساعه وهمشي على طول، اطمن عليه بس. ما حدش بقى لي امان صدقني، اخوك اللي من ابوك وامك نفسه ملوش امان. الله عندك حق، انت فاحت نفسك في سكه مش سكتك، ما اعرفش ليه، بس انا عملت الخطوه الصح. اللي هي عملت شركه. لا، والشركه بعيده عن سليمان خالص. أنا نفسي أعرف إيه اللي في دماغك ناحية سليمان. والله مش أنا اللي في دماغي، هو اللي في دماغه. هو يعرف واحدة تانية وأنا ما عنديش مشكلة، أصله يعني لو واحدة طياري عادي، بس إنه يتجوز عليا تخيل يتجوز عليا يعني يجيب واحدة ويسويها بيا، وأنا ما برضاش بكده خالص. أولاً ما بحطش نفسي في موقف زي ده، وتاني حاجة مهما كان اللي حيجيبها عمرها ما هتبقى زيي، أو زي ما بيقولوا الصعيد عمرها ما هتبقى جزمة في رجلي. جزمة في رجلك. آه. عارفة أنا بحب الست الواثقة من نفسها. وأنا ما بتكلمش، باخد موقف على طول. قولي بقى هتتغدى إيه؟ بحب الحمام يا حبيبتي. واقول لك بحب ايه كمان؟ بحب الكلام الحلو، الكلام اللي يحسس انه الراجل الوحيد في الدنيا دي كلها. ايه اللي جابك هنا؟ قلبه جاي هنا بخطري، انا جاي هنا عشان اعرف ايه اللي بعدك عني. انا اسفه، دي مراتك؟ ايوه مراته. اسف، يلا قومي. مش قبل ما تعرفنا على الهانم الجميلة الحلوة اللي تقلع القلب وتخطف العين دي؟ متشكرة قوي، أول مرة حد بيوصفني بالطريقة دي. اشرح لها معلش فهمت غلط، وبقى قولي على اللي اتفقنا عليه هنعمل إيه. عن إذنكم. أنت إزاي تيجي هنا من غير ما تقولي؟ هتتجوزها يا مروان؟ جواز إيه وزفتي إيه؟ ده شغل. شغلي مع دي؟ في ايه تشتغل معاه فيه؟ انت تصرفت تصرف غبي. غبي؟ تشتمني عشان دي؟ فيها ايه احسن مني؟ فيها ايه زياده عني؟ دي افتح معاها شركه وهي هتساعدني. طب ما تقول بتداري ليه؟ ما جاتش فرصه. اهجت الفرصه ودينا قاعدين. قول لي ايه شركه دي؟ عايز اعمل شركه لنفسي بعيد عن اي حد. عايز تطلع عن طوع ابوك؟ يلا قومي. أنا خلاص كده اطمنت عليك، مع السلامة بقى. على طول كده؟ طب يعني
وانا هعوز ايه غير ان انا اطمن عليك واشوفك كده شديت حيلك. ما كلمتيش ليه في التليفون؟ ما كانش ينفع، كان لازم اشوفك بعناية واقف على رجلك. قلبي ما كانش هيبقى مرتاح. امال ايه يعني؟ هو اللي بينا ده كان شويه. يا وي كلامك يريح البال ويضطر القلب. انت بالذات بالك لازم يبقى مرتاح. هو انت في زيك؟ بس وعدني بقى اول ما تخلص اللي وراك هنا تيجي وتزورني على طول وتقعد معايا شويه. اقولك انا هحجز في اسكندريه تاني. عجبتك اسكندريه؟ ايه اللي عجبتني؟ طب اقولك على حاجه، انا رحت اسكندريه دي كتير بس عمري ما كنت مبسوطه ولا مرتاحه الا وانا معاك. طب ورب الكعبه اكني عمري ما زرتها قبل كده. ايه مالك يا بوي؟ ليه الستات كلها تعرفش تقول الكلام الحلو ده اللي يخلي الراجل ما يقدرش يستغنى عنها؟ انت قدامي للوقت ملكه ومتربعه، كلامك بيريح بيشيل الهم والغم. بعد الشر عليك من الهم والغم. ابعد يا عم، ابعد يا غم، ابعد عن سيدي الناس كلها. يا بيه يا بيه بطل الكلام الحلو ده اللي يخليني ما اقدرش استغنى عنك. طب وايه يعني؟ ما هو ده المطلوب، انك ما تقدرش تستغنى عني. طب وتستغنى عني ليه؟ هو انا يعني كان ليا حد غيرك؟ صح. يلا عشان تنزلي على مصر. طب وعد انك هتيجي؟ اه يلا. انت هتخرج معايا؟ ايوه، العربيه بره مستنيه هتوصلك لحد باب البيت. يا لهوي ايه ده؟ طب ده عم اسحاق كان هيموت في جلده من الخوف لما عرف ان انا جايه لك. تقوم انت كده ولا همك وخارج معايا كمان وهتبعت العربيه توصلني مصر؟ لا انا بحبك من شويه عشان انا الكبير. عشان ما تنسانيش. تعالي تعالي. مصيبة يا حسن، مصيبة. ايه اللي حصل؟ ندى شفتها داخلة بيت اسحاق. ندى؟ اه. اللي جابها هنا؟ بيني وبينك الفار لعب في عبي، وقفت اراقب البيت شويه والاقي لك مين داخل؟ ابوك عبد الحكيم. وي اه، فسرها لي انت بقى داخل ليه اسحاق. بص انا حاسس كده ان مروان كاتم الاسرار، عارف كل حاجه وعامل من بنها. وفاكر نفسه انه يقدر يتحكم فيا وفي كل حاجه، وان انا هسيبه. بصراحه بيني وبينك انت اللي غلطان يا حسن. اه أنا اللي غلطان، أنا اللي بعدت وسبته اتمرمك في العز لحاله، في الآخر كبش وحط في حسابه. أبوك مأمنه بزيادة قوي عن اللازم واكل عجله. طب وبعدين هتعمل إيه؟ معرفش. طب ما أكلم أبوك. كلمته. تعرف الصراحة بقى المفروض تعمل إيه؟ المفروض إنك تنخور ورا مروان تشوفه بيعمل إيه، آخره إيه. تقصد إيه؟ أقصد لا يا عم، لا يا عم بلاش، لا تفتكرني عايز اوقع ما بينك وما بينه. ما تنطق. انت فكرك يعني ان مروان مرضاش يموت مفيده عشان ثابت عليه وعلى الواد اللي في بطنها؟ هات من الاخر. عايز يمسكك من ايدك اللي بتوجعك، عايز يحطك تحت رجليه. طبعا ابوك لما يعرف انك مخلف عيل من الحرام ومن مفيده، اقل حاجه هيحرمك من الميراث. ايوه. امال انت فاكر ايه؟ مروان ده مش سهل. مروان عامل حسابه من الأول على كل حاجة، عايز يبعدك عن طريقه. صدقني يا أخويا الفلوس بتغير النفوس. اسمع مني يا حسن. وأنا مش هسيبه، هربيه. هو فاكرني لقمة طرية بس ده بعده. أهلا وسهلا، اتفضلوا. شكرا. شهد عبد الله. أهلا وسهلا. أنا مش محتاجة أعرفك بنفسي. أكيد طبعا. نادية عبد السلام، أبوك عامل إيه يا نادية؟ بخير. يعني وصل؟
وصل فين؟ الحجاز. وصل. طب قولي له لما يرجع ان انا عايز اشوفه ضروري. لو رجع اصله شيع لي وقال لي القعده جار النبي زينه قوي يا ناديه تخلي الواحد يزهد الدنيا وما فيها وانه مش ناوي يرجع مصر تاني. طب اديني رقمه عشان عايز اكلمه. طبعا. بس هو مش معايا دلوقتي. ماشي. امور ست البنات. انا جايه اقدم بلاغ رسمي. بلاغ مره واحده كده؟ كان في سته غلبانه كانت دايما بتعدي على امي، فجاه كده اختفت وما بقتش تيجي، فقلقنا عليها قوي، فقررت ان انا اروح بيتها يعني واشوف اخبارها ايه واطمن عليها. ما لقيتهاش موجوده، ولقيت بيتها زي ما يكون مش مظبوط خالص، زي ما يكون في حاجه غريبه حصلت لها. كان في حاجه غريبه ولا متاكده؟ لا طبعا مش متاكده. اسمها ايه؟ اسمها دلال. دلال الدلاله يا باشا. ايوه. اي بس دلال الدلاله دي متعوده ان هي بتختفي وبتروح وبتيجي ولا حد بيعرف بتروح فين ولا بتيجي منين ولا بتعمل ايه. ايوه بس بيتها بيقول يعني زي ما اكون كده ان هي بقالها فتره غايبه. ده انت دخلتي بيتها بقى؟ هو الحقيقه مش انا، هي ماما. بس ده ممكن يعرضها لمساله قانونيه. طبعا عارفه، انا خريجه حقوق اصلا. طيب بما انك خريجه حقوق يعني عارفه المسائل القانونيه كويس جدا. انا بس كنت عايزه اطمن عليها علشان في كلام كده بيقول ان هي اختفت. الله. طب يمكن تكون راحت الحجاز. اصل انا ملاحظ ان الناس عندكم في البلد بتسافر وبتروح وبتيجي من غير ما تسيب وراها اي اثر، ولا يكونش البلد عندكم كلها ناويه تهتكف. ها ناديه، يا ريت حد يطول. على كل حال انا كنت جايه اقدم بلاغ رسمي. ماشي، وانا هحقق في البلاغ ده بنفسي. اعمل ايه يا مجنون؟ ابعد عني. بعده ما تتكلم يا عمر، من ساعة ما قعدت ما فتحتش بقك ولا كلمة. خير إن شاء الله خير. الله. طب أقول لك أنا، أنت جاي ليه؟ أنت جاي تقول لي ما تهدي شوية يا ست كريمة عشان عبد الحكيم أصله كبير البلد. لا 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 لا، أنا جاي علشان حاجة تانية خالص. إيه هي؟ جاي عشان زينب. زينب بنتي؟ أيوة. مالها؟ عايزه اتجوزها يا ست كريم. كده اهو خبط لزق. ايوه كده خبط لزق، وانا اخدمكم في اي حاجه. اي حاجه؟ اي حاجه؟ اي حاجه، لو حتى يعني طلبتم لبن العصفور. لا، ولا لبن العصفور ولا الجاموسه. انا ما بحبش اصعب الامور على الناس، بس لا مؤاخذه يعني انت على ذمتك اتنين. ايوه ماله، بس يعني انا خدام الست زينب، لو طلبت بيتي هنا انا موافق، بيتي في مصر موافق، اي حاجه تطلبها. اي حاجه؟ اي حاجه اطلبها يعني؟ اي حاجه. الارض. مالها؟ مالها ازاي؟ هو انت عايز تتجوز من غير ما تدفع مهر للعروسه؟ لا معقول الكلام ده؟ في عروسه من غير مهر؟ انا تحت امرك من جنيه لمليون. وانا بقول لك الارض. ايوه فهم 10 فدادين كويس. 10 فدادين؟ طيب خليني بقى افكر كده واخد ودي مع نفسي وبعدين ارد عليك. خلاص يا ست كريم، اقعدي فكري زي ما انت عاوزه، انا تحت امرك وتحت امر زينب، المهم تكوني معايا. ما انا بقول لك هشورها واخد رايها وارد عليك. حقك. القهوة يا عمد. لا ما أنا شربتها بقى، أنا مستني الرد بإذن. رد. مروان. البنت مفيدة طفشت، زي ما يكون عملت حاجة في البيت. هكون عملت فيها إيه يعني؟ اسمع يا فريدة، مش عايز أسمع أي حاجة تضايقني، فاهمة ولا لا؟ ماشي، بس بشرط. قولي. نسهروا مع بعض النهاردة. حاضر، أنت تأمري. جمانة؟ ايوه جمانة. رد. مش عايز. مش عايز ليه؟
مش اللي بينك وبينها شغل؟ ايوه شغل. يبقى ايه اللي يخليك ما تردش؟ رد. طب خلاص خلاص. الو. ايوه جمانه. اسمع انا اسف على اللي حصل النهارده. لا لا لا، هي مش زعلانه منك. لا لا والله اللي عملتيه ده صح الصح. حاضر هنتقابله. شكرا يا جمانه. شكرا. انا هنزل. هتروحي فين؟ عايز اشتري شويه حاجات واجيب الغدا واجي. الغدا هنطلب دولك في التليفون. ما انا هجيبه معي وانا جايه. اصلا انا عايز اشتري شويه حاجات كده ليا. طيب انا هنام عبال ما تيجي. ماشي يا قلبي. مرار طافح. اسمعي ما تاخريش. اي من عيني. الو جمانه، اسمعيني حقك علي. لا هنتقابله هنتقابله. حاضر حاضر. سلام يا غالية. سلام.